هذا وقد عقدت وزارة الصحة والتنمية المحلية الاجتماع المشترك الأول ما بين الوزارتين لمواجهة القضية السكانية. وفي تصريحات عقب هذا الاجتماع قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المحافظون مع وزارة الصحة لمحاولة لإيجاد حلول لهذه القضية. كان لازم نقعد مع اللي هم ماسكين الخيوط في إيديهم، هم مين؟ المحافظين. ودي أول مرة في تاريخ مصر ان يتم جمع محافظين مصر كلهم مع السيد وزير التنمية المحلية واعضاء الفريق في التنمية المحلية مع وزارة الصحة وقطاع تنظيم الاسرة وقطاع السكان، وقعدنا القعدة اللي احنا بقالنا فيها 3 ساعات ديت. القعدة ديت احنا بنشوف المشاكل على الواقع واحنا قاعدين قدام بعض وبتتحل. هي دي خطوة استمرارية في المرحلة اللي احنا فيها.